تتواصل فعاليات مهرجان ملمو للسينما العربية في السويد بمشاركة 48 فيلما عربيا، وتشارك مصر فيها بنصيب كبير من الأفلام، من بينها فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن للمخرج الكبير يسري نصر الله. مشاركة مصرية مميزة في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته السابعة بالسويد الذي انطلقت فعاليته يوم 6 أكتوبر الجاري، ويتميز هذا العام باستحداث عدد من المسابقات والجوائز. مصر مشاركة بقوة بحدود حوالي 13 فيلم على ما أذكر في مهرجان من أصل 48، وهي مشاركة كبيرة، وهذا مش غريب لأنه نحن عم نحكي عن بلد هو يعني أساس السينما العربية أو هو المصنع الحقيقي للسينما العربية. مالمو عرب فيلم فيستيفال هذا العام فيه حوالي 4 مسابقات، مسابقة الفيلم الطويل الروائي الطويل وفيلم الروائي القصير والفيلم الروائي الدوكيومنتري الطويل، والجديد باللي صار بهاي السنة هو الدوكيومنتري القصير. في الافتتاح عرض فيلم على كف عفريت للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والفيلم مستوحاة قصته من أحداث حقيقية تسلط الضوء على مشاكل النساء في المجتمعات العربية. وتنتهي فعاليات المهرجان بتكريم خاص لعدد من صناع السينما المصرية منهم أبطال فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، وفي الختام يعرض فيلم اشتباك للفنانة نيلي كريم. المهرجان يمثل فرصة حقيقية لتعريف المجتمعات الغربية بالثقافات العربية، حيث استطاع أن يجذب الكثير من الجاليات العربية في السويد نظرا لكثرة الأفلام التي تحظى بإقبال كبير من المواطن الأوروبي.